اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين وين ما كنتم موجودين. كما العاده احنا معاكم توا حتى للساعتين باش نسمعوكم، باش نسمعوا رايكم، باش نسمعوا تجاربكم. احكيوا لنا على كل مشاغلكم على 31 380 80 ألف. اليوم نحكيوا على المترجل في الطرقات نتاعنا، شنو المشاكل اللي نجم يواجهها. ونذكركم وين انتم اقترحتوا وطلبتوا الموضوع هذا، هذيك علاش نحكيوا عليه اليوم. برشا نقاط تنجموا تشيروا لها، لانه في برشا مناطق في تونس العاصمه في مختلف الولايات يقولوا لنا مثلا راهو عندنا مشكل كبير من الارصفه، ما عادش عندنا تروتوار، راهو ما عادش ملك للمواطن، راهو ولا ملك للسيارات الكراهب ولا ملك زيدا للمقاهي للبوتيكات وغيره. وفما حتى زيدا شوارع بالكامل يقولوا لنا راهو تفكوا لي تروتوار ولاو نصب. وفما اشكاليات اخرى مثلا في قطع الطريق، فما اطراف تقول لك راهو حتى المواطن عنده دور في بعض المشاكل هذوما، على خاطر لا يشق الطريق من المكان المخصص ليه، لا يتلفت ويشوف الضوء الاحمر والاخضر، وعدة اشكاليات. فاليوم نحكيو على المترجل في تونس، شنو الاشكاليات اللي نجم يواجهها او يعاني منها. نحكيو واجبات وزيدة في الطريق هو باش يكون في مأمن وباش ما يحطش نفسه في خطر. فاطلبونا على 31 380 ألف، واكيد كلكم عندكم ما تحكيو في الموضوع هذا. نذكركم زيدة رانا مازلنا نسمعوكم خارج وقت البرنامج، اطلبونا ديما، اطلبونا باستمرار، واقترحوا علينا المواضيع على خاطر صوتكم مهم برشا بالنسبه لنا، والموضوع زيدا كي يجي من عندكم انتوما فتكون عنده الاهميه والاولويه القصوى. فنذكركم برقم وعد البرنامج اللي تنجموا تتواصلوا معاه وتطلبوه، رانا في تواصل دائم معاكم بعيد حتى على النص ساعه هذيا. تطلبونا على 58 550 707. وسام السعفي في الاعداد، امينوس في الاخراج، ايمان وايهاب على اي اف ام تي في، معاكم جيهان بن عبد الله. ومرحبا بكم في الكلمه ديك لليوم الجمعه 9 فيفري، وان شاء الله صلاه جمعه مقبوله للناس الكل. وهاكا باش نرجع للمستمعين من جديد يقولوا لنا راهو عندنا بعض الاشكاليات زيدا وقت صلاه الجمعه وين ما كان في المناطق الكل. راهو الناس اللي باش تدخل تصلي وتعطي حق ربي يقولوا لهم ما يسالش، حطوا كراهبكم بعيد شويه، مش لازم تقفوا في دوزيام بوزيسيون، راهو فما شكون تنجم تسكر عليه ويحب يخرج وما يلقاش كيفاش يتحرك. فان شاء الله صلاتكم مقبوله، وان شاء الله الاحترام يكون متبادل بين التوانسه الكل. واليوم نذكركم وانه نحكيو على المترجل في تونس، واجباته وزيد الاشكاليات اللي يعاني منها. مازلنا معاكم وانطلقنا معاكم في الكلمه ليك من طوال ساعتين، مرحبا بكم. اي اف ام الكلمه ليك من جديد على اليافا، محلى راديو الكلمة ليك على 31 380 ألف. شنو المشاكل اللي يعاني منهم المترجل في تونس بصفة عامة، وهل يحترم زيدا واجباته في الطريق أو لا؟ المترجل ينجم يكون ولايت صغير، ينجم يكون حاجة مرأة كبيرة، ينجم يكون شخص حامل لإعاقة. فالمترجل هذي شنو الإشكاليات اللي يعاني منهم في مختلف طرقاتنا التونسية؟ أول تليفون اليوم يجينا من تونس، مرحبا كمال، أهلا وسهلا. أهلا، مرحبا جيان، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. شنحبيلك حبيب نقلك في مشكلة المترجلين، المادة الرصيف راهو في البلاد ولا معاش متوفر؟ راهو تقريبا ولا متوفر توا بنسبة 60%. 60 برشا، 60% معناها 30% ماخذينه شكون؟ المحلات التجارية ولكن المقاهي والمطاعم ماخذين التراس، معناها الرصيف ماخذين التراس بالنسبة لهم المترجلين، وهي يخدموا فيها الأمورهم المصالح اللي مخرج ساعات برا واللي حاط ولو كريسي يسموها هذاك الإشكالية المطروحة. هو ديجا من السنين التالية قاوموها فارة هذه، لكن ركحت. ولو حتى إذا كان توا ينتصبوا التجار، ينتصبوا بطريقة معناها كلي كما نقولوا في مدة زمنية معينة، يصغر الرصيف هذاك ومن بعد الماتريال نتاعو يدخلوا أقل باش ما يقعدش معناها في خلافات مع التراتيب وكل الحكاية. بالنسبة زاد مرات على المادة على الرصيف تلقى واحد موتور ولا كهرباء طالع لك المترجل، معناها ما لقاش المشكلة. هو ايش عنده توا معناها بالنسبة للسواق شيخ باش يهرب من المساكن، معناها باش ما يصدمش هو في كهرباء جايه من الغادي، يهرب جيت الرصيف باش يصدم في مواطن، فهمت عملية كذا؟ يطلع للتروتوار ويكمل سنيته، مش يطلع حتى يمشي يبدل كرهبته ولا حاجه. ديجا ما يحملوش كرهبته، يضر به انسان فوق. اي شفته وعشته، وانا ديجا نحكي معك متضرر من الحكايه هذه، انا وقعت لي فاكتور هنا في اللونش نتاعي، فهمني في رمضان. عملت اكسيدون فوق التروتوار؟ انا وقعت لي كول فراكتور دي كول فيرمي غوش، ورقدت عليه بالسبيطار هذا في عشيه النص من رمضان اللي فات.
فهمني حطيك في فارس ذاتي بروتيز ومشاكل ويعلم ربي. كيفاش صار الحادث هذي؟ كيفاش وصف كهرباء عملت عليها مرسالية في عشية النص من رمضان اللي فات. كهرباء ستاسيون ما يخرج مرسالية بريسك وانا خارج من عند الحانوت فهمني الزوم فيا ضربني على اليمين تعطى لي رصاصي فراكتير دي كول في مي غوش فهمني اسمعني احنا قرينا قبل في الكود ديلاروت تسمع فيا؟ نسمع فيك وي كود ديلاروت قرينا فيه قبل فما ستاسيونمون تاع لي فيكول لي فيكول كما تريكول كالنومبر تاعي راهي امبير تمام سلون لا جوني معناها تبدا الشفتير ولا امبير. بالنسبه للستاسيونمون انا نقترح توا هي الحكايه مشكله المترجل والرصيف والطرقات واش تحب انت مربوطه بلوسين النقل وهاك مربوطه بالكراب وبالدنيا شويه وسائل النقل وشويه زيد اللي حكيت عليه سيتي اي لانه الكراب توا الكراب ولا تكثر من العباد توا فهمت وبخلاف اللي نسمع وسائل الاعلام يحكيوا على سيارات شعبيه باش يجيبوا ويزيدوا يجيبوا معناها باش يوليوا يمشيوا على الماده والمواطن شو اللي يمشي بهم في الهواء. الور دونك الكلام وقلت لك قرينا قبل في كود لاروت كما فما اللي ماتريكول فما دو نومبر تير امبير ستاسيونمون يقف لك على اليمين وعلى اليسار. احنا شو نعملوا؟ يظهر لي الحل الوحيد وانه بالنسبه لكيع السيارات فهمني خاصه السيارات الخاصه يوليوا يعتمدوا كل نهار معناها عاد يقول نومبر امبير اليوم الكراب المرخص ليهم وانهم باش يدوروا يعملوا الجوانين دو نومبر بير فهمتني ولو لون دومان نومبر بير يان سيت سويت هذاك حل في البلاد معناها نقصوا نقصوا من الكراهب تقول انت سي كمان الكراهب لا ما فهمتنيش في الكود لاروت قبل قرينا بالنسبه لواحد ستاسيون مون باش يقف على اليمين على اليسار فما ولا يدخل في نهج نسيتها ولا كيفاش فهمتني فما لي فيكول لي فيكول المحركين نتاعهم نومبر بير مثلا اليوم لا جورني قداش عندنا اليوم في الشهر ويت مثلا ويت سي نومبر كيفاش يقولوا بير فهمتني هذوك فيكول دو نومبر تاير هذوك يحوسوا اليوم اليوم في النهار اليوم يحوسوا ونومبر تاير ما يحوسش يحوس غدوه في الوقت اللي يجي له النهار فهمت العمليه كيفاش النهار هو مش يحوسوا هما المحالة يخدموا الناس ويتنقلوا ولك لازمهم يحترموا زاده البعض منهم المترجل بي خليني نطرح عليك سؤال سي كمال هل المترجل زاده يحترم هو بيدو قانون الطرقات واشارات المرور ويعرف منين يشق الكياس من المكان المخصص ليه ويطلع فوق القنطره باش يتعدى اوتوروت ولا المترجل زاده هو بيدو ما يحترمش كيف وكيف السياره؟ والله غالبا يحترم يخاف المترجل هو اذا كان باش يسيل دي في معناها تروح للكوش مشات ضربته كهرباء ولا موتور ولا مشى مات فهمتني هو يحترم بالضروره يحترم راهو فهمتني المترجل اللوم ما اي ما يكون ماهوش ما يرجعش على المترجل فهمتني واحنا في الاجلومراسيون مناطق العمران فهمتني في نهج ولا حاجه كل شيء ولا وين فما مدارس كل شيء فهمتني مؤسسات تربويه اوبريسيد البريوريتي بالنسبه للمترجل كي الاخر جاي لك يضربك في 70 ساعه طاير فهمتني بالكهرباء ولا بالموتور كيما في المترجل هو خلاه له باي هو انا نقول لك لي فيكول العربيات اللي عندنا متفاقمه معناها النوبر تاعهم عندهم باش يفوتوا البشر العباد الكراب تاع العباد وش مازال المترجل باش يتحكي عليه شنو اللي هو غلط فيه شنو ذنبه هو نتسائلوا نحن هو راهو سي كمال فما فلسفه اخرى للناس اللي تحب تتفلسف اكثر وتقول لك راهو الاصل في الاشياء اللي نحن نمشيو على ساقينا الكهرباء جيت بعد البشر فايا كان الاشكال راهو الحديد يعني السياره هي المسؤوله والبشر هو يحترم باش يحمي نفسه اما زيدا ما نجموش نلوموا عليه. شكرا لك على مداخلتك يعطيك الصحه احنا مازلنا معاكم في الكلمه ليك حتى المدي ساعتين وطلبونا على 31 380 ألف. حقوق المترجل في شوارعنا وكياساتنا الاشكاليات اللي يعاني فيهم وعمل لنا حوصله به سي كمان منه حكي على لي تروتوار اللي ما عادش لاقي فيهم المواطن باي باش ينجم يمشي في مأمن ولات الناس تمشي في الكياسات وفي الكياسات تعرفوا شنو المشاكل واكثر من هكا يقول لكم راهو الكراهب هما اللي ولاو يطلعوا فوق التروتوار فوينهم حقوق المترجل في تونس. مازلنا معاكم على 31 380 ألف إذا عندكم أي تجربة إذا عندكم أي رأي مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين فاصل صغير ومواصل معكم. الموسم الثالث في برنامج عندنا أجندة كل نهار سبت من نص النهار الماضي ساعتين على EFM بشوية مسافة على الأحداث وبعيدا عن الغوغاء والسياح نحاول نفهم ونتعمق في أجندة بلادنا وأجندة عصرنا العلاقات الدولية الاقتصاد الأفكار البيئة النجاحات الملفات اللي بعدت على غمرة الأضواء وتواتر المعلومات وناخذ الوقت باش نسمعوا خيرة المفكرين والأخصائيين ومن يصنع الحدث وأركاننا الاعتيادية مطمور الروم.
روما، ليبيا اليوم، وركن قار جديد لأجندة العروض والفنون أرتي شو. عنا أجندة مع مراد الزبيدي، برنامج ديما خالي من الانستغرام موزيك، كل سبت من نص النهار على إيفام. من الاثنين للجمعة إيفام، الكلمة ليك على إيفام، أحلى غاديو. مرحبا من جديد، الكلمة ليك على 31380000. فاحنا معكم في موضوعنا اليوم، نحكيو على المترجل وحقوقه في شوارعنا وطرقاتنا، ونحكيو زيدا حتى على واجبات المترجل بدبش هو يحمي بهم نفسه ونقلل من الحوادث والإشكاليات اللي تنجم تصير. تليفوني جينا من تونس، مرحبا بك فايزة، أهلا وسهلا. مرحبا، أول مرة تكلمنا، أول مرة نسمع صوتك، فأهلا وسهلا. والله ديما نشارك الغالب ما نوصلش. مرحبا اليوم، مش مشكلة، مرحبا بكم أنتم، الصحة على المواضيع اللي تجيبوا فيها الكل الكل الكل. يعيشك. أنا راني مستمعة وفية الإي إف إم من فز تسمع العز التوى، وأنا معكم كل يوم. مرحبا بك يا فايزة، مرحبا بك، يلا ديما معانا. اي قليل حنسمع باهي على كيفاش نتعدوا. ما فهمتش، المواطن بالرسمي يعاني معناه الكيس تاقف، الكراهب منه وكراهب منه، وزاد الكراسي متاع القهوة تخرج. معناه المواطن ما فهمتش، يعمل باراشيت يطير شنو، ويزيد يخرج لك واحد يطلع لك راسك من الكرهبه، يبدا يسب ولا ما فهمتش، منينش نتعديه واحنا بالحق ما عندنا منين نتعديه، وقهاوي والكرهبه تاقف منه ومنا معناه، وزيد يطلعوا على الميد الكراهب ميخلوش حتى الباساج. معناها انت فايزة كاين نهار خرجت تقضي ومراحة بزوز سيكان ولا زوز قفيف في ديك، ما تعرفش منين تتعدى، منين تدور باش تعدي قضيتك قبل باش تتعدى، انت تقعد هاو هربت من القهوة، هاو هربت من الكرهبة، هاو مشيت شوية في الكيس، هاو شوية على التروتوار. معناها واحد ما ينجمش يتعدى، وزيد معناها ثم ماديت معناها عملها الحاكم هكاك ماد واتي، ويجيك الواحد معناها يعمل قدام حانوته ماد اخرى معناها الكبير يا رسول الله ولا الضريق، مش يتيح عاك الماد انت اللي عاملها عاليه صح. سامحني هذه يعملوا فيها حل، بالحق يعملوا فيها حل. وفما لي تروتوار اللي ما يهزوش انسان بركة، راهو يا فايزة ما يهزوش بشر، تروتوار قد الترف ما ينجمش يتعدى عليهم مواطن، ما ينجمش يتعدى منهم مواطن. ما ينجم يعني انا كل يوم معناها نتعدى، ما بالحق ما واحد يتحايل كيفاش يتعدى. معناها تشوف فايزة انه توا المترجل اللي يمشي على ساقيه المواطن التونسي ما عادش في مأمن، لا عنده تروتوار، لا ينجم يمشي يخرج الكيس سليم فوق، معناها ما عندك وانت تتحرك طالعا فوق الماده الكراهب، معناها الكيس وزيد الماده، معناها ما فهمتش المواطن اللي على ساقيه نمشي تعب. إذا باش توا أنا وياك نوصلوا رسالة للناس اللي تسوق في الكراهب مثلا، نبداو بهم هما، شنو تنجم تقول لهم بخصوص احترام الناس اللي تمشي على سبيلها واحترام الطرق؟ يحترموا المترجل، يحترموا المترجل، يحترموا الكبير، يحترموا الضرير، يحترموا المعار اللي متعدي على الماد يخلوا هنا، معناه الكيس أنتم تخلصوا عليه واللي هو كنتم لي، ما خلونا يا خويا الميد نتعدوا على هكذا ومشتر بين المستحيلين. تلقى اشتر الكهرباء على الميد واشتر على الكيس. بالنسبة للقهاوي توا والمحلات والبوتيكات والقهاوي كراسي، أنا منك عبد، أنا نحكي لك على روحي، أنا كي نشوف كراسي برا ما نجمش باش نشق الناس ونتعب هكاك، أنا هكاك ما نجمش باش نشق الناس وهم في قهوة معناها ونتعدى ما نجمش. اش تعمل فايزة طويلة تحت الكياسة؟ نهبط الكيس، نهبط واحد كان معناه كلها في الكيس ما يصيرش. لطف عليك، لطف عليك. وهذاك هو هذاك حالنا بالحق. انت وين حومتك فايزة؟ وانت القلابين.
اكثر واكثرين يظهر لي غاديك يعطيك الصحه عندك الحق ميلا فهمتك بالقدي بالقدي نتوا مشيتي كل منين الدور يا معبيه ما عندك منين حتى حل يظهر لي تحية ليك يلا والحومتك العزيزة الغالية وجيرينك الكل حومة محليها والمناطق المجاورة لها الكل محليها أحلى أحلى يعيشك يا فايزة شكرا ليك وبارك إن شاء الله يسمعوك شكرا ليك يلا احنا هنا نحاول نحكيه وبش نحسه بش نوعيه بش يسمع فينا حتى لو كان غلط غلطة غير مقصودة المرة الأولى وما خممش في حقوق غيره المترجل فهوك المرة الجاية يقرأ حساب ويخمم في الموضوع مرة واثنين وثلاثة زيدة الصلاة يزمها تطبق القوانين بخصوص احترام هالمقاهي وهالانتساب الفوضوي والمحلات وغيره اللي فكوا لي تروتوار للمواطن رانا نحكيوا على تونس الكل مش كان على القلالين حومة فايزة احنا مازلنا معاكم باتصالاتكم وين نحبهم لي تيمونياج اللي يجوا من عند التوانسة المقيمين خارج تونس خاطر ينجموا يعطيونا وجه اخر للمقارنة مرحبا بيك فهري هكا ولا لي من المانيا اهلا وسهلا مرحبا علي فهم السلام عليكم مرحبا بك يا سيدي اهلا وسهلا ومن خلالك انت تحية لتوانسة الكل اللي في الغربة ان شاء الله ربي يجيبكم على خير عايش. يا عيشك يا سيدي خلينا نسمع رايك ونحبك تعملي مقارنه بين تونس والمانيا والله انا نحب نحكي لتونس ما غير ما ندخلش المانيا احنا في تونس في نبداو مش نبداو نبنيو تروتوار ولا مش نعمل اي حاجه نخمو في المعاق ولا ما نخموش صحيح هذه النقطه مهمه انت دوما المعاق مش يخرج من الدار ومش يمشي ياخذ كار مش يمشي ياخذ مترو مش يمشي يقضي باش يعيش حياته بطريقة طبيعية يتنقل يتحرك كيفاش باش يطلع فوق التروتوار كنت تسمع في فيزا يظهر لي تقولنا دروج ساعات التروتوار مش معناتها نحكي وإحنا على الحمد لله لاباس عليهم وما يجموش يمشيو على التروتوار أنا حبيت جيت نحكي على المعاقين بو أنا ما عندي الحمد لله يا ربي ما عنديش في فاميلي حتى حد معاقني حبيت نحكي يشوف هنا كيفاش يتعاملوا مع المعاقين يمشي بدي تطوار هنا ولا كياس اول حاجه يخمو فيها تاع المعاق. يمشي بنيو ستاسيون تاع كار ماذا نحكيو على كار على المترو كيفاش المعاق يلزم يوصل لك ستاسيون هذيك وكيفاش يطلع الكار. هذا الكار كي تمشي معناتها تاخذ قدام محطه وتهبط على جنب باش المعاق يطلع فرد في كل نقطه فهدي في كل مترو في كل رصيف يقراوا الحساب الحاملين لاعاقه جسديه او اللي عندهم زيدا اعاقه بصريه يقراوا لهم حسابهم زيدا في هذا ففي تونس احنا وين والعالم وين من احترام حقوق البشر بعد كي نوصلوا احنا نخموا في الحكايه هذوما وقت ذاك نجم نقول لك انا على التطوار وعلى عباد يتنصب قدام القهاوي واللي في الكيات واللي وقت ذاك انا نقول لك الحكايه هذيك انا والله نسمع فيكم كل يوم كل مره نحب نتدخل جزء ما نجمش نتعدى خاطر في الحساب كنت تلقاني مره واحده من الخدمه انا حبيت ديما نتكلم على غلط اول مره بعد مرحبا بك مرحبا يا فهري اذا تحب تعمل تعدي سليم ديديكاس للعائله تقول لهم حويجه لاصحابك حبيبك فازي والله نسلم على بابا ونسلم على اخويا سامي المباركي من ليبل احنا عارفين من ليبل عندي 20 سنه نعيش في المانيا. نسلم على اختي سونيا، نسلم على اخويا محمد، نسلم على عائلتي الكل اللي وصحابي الكل اللي يعرفوني من وبال كيفاش نقولوا وصاحبي مهدي الزين نسلم عليه برشا برشا. مرحبا بك يا سيدي ان شاء الله يوصل المسلم نتاعك وان شاء الله تتقابلوا على قريب زيدا شكرا لك فهري من المانيا كان هذا موضوعنا لليوم احترام حقوق المترجل برشا نقاط حكيو فيها المستمعين وختامها كان مع فهري اللي قلنا ما نحكي على حتى شيء الا ان نشوف بليدي تحترم الناس الحاملين لاعاقه اللي فعلا يلقاو في صعوبات كبيره باش ينجموا يتحركوا باش ينجموا يتنقلوا باش ينجموا يستعملوا وسائل النقل العمومي واللي ذوني ما مش يستعملوا فيها خاطر صعيب برشا وانهم ينجموا يستعملوا الكيران اللي عنا ولا المترويت اللي عنا مع الأسف إن شاء الله تتحسن الوضعية لأن كل مرة نحكيه في مواضيع على الهدف منها وأنه نحسوا المواطنين متاعنا ساعة بالأساس ومن بعد إن شاء الله نلقاو نتيجة اقترحوا علينا مواضيع على 58-550-707 وسيمة صافي في الأعداد أمينوس في الإخراج إيمان وإيهاب على EFM TV كنت معكم جيهان بن عبدالله تشاو تشاو في لمن EFM الكل ليك